فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. شكر الله لكم إحسانكم إلي. طيب هنا الأعمش عن أبي صالح وهو من أثبت الناس في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه زيادة السمان، قال عن أبي هريرة وذكوان، نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة وهو نعم هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. سلام كاتب حبيبي، الله يرضى عنك يا عبد الرحمن. طب اتفضل عشان انا في الدرس الان. يعني هو ما اراد، يعني ما ارادها، هو ما ارادها، لو ما ارادها ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق. نعم ده احسن الله يرحمه. السلام عليكم. السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة راه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أصباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى نافع ابن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. قال أبو عيسى: أيضا سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة. الحقيقة أن الحديث صحيح. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، وهذه فيها دلالة على شفاكم الله وعافاكم، لكن اصبروا. لا اصبروا، ما تستأذنوا، اصبروا يا عم الله بحالي أنا، لكن اصبروا. الحمد لله، الله يجعلنا من هؤلاء ويجعل هذا المجلس مجلسا مباركا فيه التأخي والإخلاص والصدق والمؤلفة وأيضا فيها المعاضدة على نصرة دين الله جل في علاه ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال الإمام ضامن، والمراد بالضمان هنا هو جزاكم الله خير الحفظ والرعاية، لأنه يكون ضمينا وهو ضامن لصلاة الناس، لذلك لابد أن يكون يعني عالما بالصلاة وعالما أيضا بما يصلح الصلاة وما يفسد الصلاة حتى يتجنب ما يفسد الصلاة ويأتي بما يصلح الصلاة. والمؤذن مؤتمن أي أمين، وهو أمين على مواقيت الصلاة، وأنت ترى يعني لو زاد أو نقص فيها ما فيها مما يؤذي الإنسان وقد يضيع ما فيه. الله أكبر، رضي الله عنك يا محمد عاطف. لو كان خبرا فالحمد لله، لو كان دعاء أيضا الحمد لله. جزاك الله خير يا محمد عاطف. المؤذن مؤتمن يعني أمين على مواقيت الصلاة. ترى في رمضان بيحدث لما إذا أذن قبلها أو بعدها بيكون أمر فيه ما فيه، يسر الله أمركم. وأيضا أمين على حرم الناس، لأنه يشرف، يعني كان أذان هناك في على المنارة، إن كانت منارة على الخلاف فيها أو المأذنة فإنه قد يطلع على العورات، فلا بد أن يكون أمينا على ذلك، فهو أمين على حرم الناس في هذا الباب. ولذلك ورد عن أبي محذورة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أمناء الله، المؤذنون أمناء الله على فطرهم وسحورهم. ممتاز ممتاز يا محمد عاطف رضي الله عنك. وهنا استدل العلماء على فضل الأذان على الإمامة، وأن الأذان أفضل من الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال المؤذنون أمناء، وجعل الأمين يفضل الضمين. والأمر الثاني أن النبي دعا اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب سنة أغفر للمؤذنين. حقيقة الأمر هذا الدليل قد يكون دليلا لمن قال بأن الأذان أفضل من الإمامة، لكن لو وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار الله لنبيه إلا الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن مرة قط، وأيضا الإمامة فيها ما فيها، وإن كان فيها ما فيها من التكليف لكن فيها ما فيها من التشريف، ومقدم الناس. ولذلك قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي قول اللهم أرشد الأئمة أرشدهم للعلم ما تكلفوه أو تكفلوه والقيام به والخروج عن عهدته، فبين أرشدهم إلى ما تصلح به الصلاة، أيضا ويصلح به من قادوه ومن ائتم بهم. وفي قول اللهم اغفر المؤذنين قالوا هنا ضمن المغفرة، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على فضل الأذان على الإمامة. حقيقة الأمر لا مساومة، الإمامة أفضل بكثير من الأذان. أما قوله وقد بين العلماء كلاما جيدا في هذا الباب، قالوا الإرشاد يكون الدلالة الموصلة للبغية، أما الغفران يكون مسبوق بالذنب. نعم. وحقيقة الأمر أن الإمامة أفضل من الأذان. قوله في الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة، حديث عائشة أخرجه ابن حبان في صحيحه، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. أما حديث سهل بن سعد فأخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك بلفظ الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه وعليهم. أما حديث عقبة بن عامر فلم يكن في السنن، لكن هناك حديث عن أبي أمامة وواثلة وأبي محظورة. أما قول المصنف وذكر عن علي بن أبي طالب أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة، رجع العقيلي والدارقطني طريق أبي صالح عن أبي هريرة على طريق أبي صالح عن عائشة. وحقيقة الجادة أبي صالح عن أبي هريرة، هذه الجادة. وبعض العلماء يرون أن الصحيح إذا خالف الجادة، لأن الكثير سيسيرون عليه على الجادة، فهو إذا خالف الجادة يكون قد ضبط المسألة، يعني بضبط المتقدمين يكون أبي صالح عن عائشة ممكن يقدم على أبي صالح على أبي هريرة أنه خالف الجادة، ومن خالف الجادة يكون قد ضبط. لكن هنا الدارقطني وأيضا العقيلي رجحوا طريق أبي صالح عن أبي هريرة على طريق أبي صالح عن عائشة. وابن حبان أتى بكلام هو الأفضل، أنه صحح الطريقين، طريق الجادة والطريق الذي خالف الجادة. فلذلك أبو صالح له شيخان في هذا الحديث، عائشة وأيضا أبو هريرة. وهذا رجحه الحافظ بن حجر وغيره. الفوائد المستنبطة، حقيقة الأمر الأحناف يظلمون في هذا الباب، وهذا صحيح. مصطلح القوم يؤخذ من القوم، في مظلمة عند الأحناف وقعت في هذا الباب. وقلت دائما أنهم يقدمون الحديث على القياس، حقيقة الأمر أصول الأحناف أنهم يقدمون الحديث على القياس، لكنهم إذا قالوا هذا الحديث كحديث المصرات، إذا قالوا هذا الحديث حديث المصرات يعني خالف القياس، فردوا ذلك يقصدون ذلك القاعدة المطردة. هذا صحيح. فضيلة الشيخ ابن عثيمين، أخونا أحمد يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين يقول الأذان أفضل من الإمام في الأجر. عامة قد نقول ما هو الإمام أصلا أيضا كلمة التوحيد يقولها كل يوم 5 مرات في يوم والليلة. حقيقة بعض العلماء قال بذلك، بعض العلماء يقول بذلك، لكن حقيقة الأمر الشيخ ابن عثيمين في هذا الباب يعني قد يكون جانبه الصواب. وجميل أهل العلم لأن الإمام هي الأفضل، لا سيما أن قلت أن القاعدة الكلية إيش فصل الخطاب؟
ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ما أذن مرة واحدة وأتوا بإجابات عن ذلك لكنها لا ترتقي. الصحيح أن الإمام أفضل من الأذان. شوفنا لعل الذي قدم الأذان قال لأن الإمام أقرب إلى الرياء. لا، هم قالوا أيضا أقرب إلى أنه يسهو فتبطل الصلاة عنده، ولو بطل صلاته وصلاتهم تصح. يعني هذه مسائل إخلاص بيكون أعلى من غيره. لا، من نازع الرياء، من نازع الرياء خطورته أكبر فأجره. أيوة نعم، من نازع الرياء يعني هو الدليل الذي يتمسكون به يكون عليهم. نعم. فضل الإمامة والأذان دعا للاثنين فلهما فضل. أي نعم، مذهب الحنفية ظلم، ظلم جدا، لأن الناس لم يفقهوا عنهم هذا الكلام. وبعدين إما عندهم الطحوي يعني قد أبرز خير الحنفية في مسألة الأثر. الفائدة الثانية، الإرشاد أولى من الدعاء بالإرشاد أولى من الدعاء بالمغفرة. الدعاء بالمغفرة فيه يسبق ذنب، والإرشاد هو سلوك الجادة لبلوغ المقرب. فضل النبي في الدعاء للإمام والأذان والمؤذن. يبقى لنا المغني، معكم دقيقتان للأسئلة. أخ بيقول لي اقرأ كلامي، أنا كل الكلام أشوفه. يا أخي أنا فهمت، أنت قلت حلقات العلم مش في المساجد. يا عم ده السنة مش في المساجد الآن. حلقات علم إيه؟ السنة نفسها مش في المساجد. إذا أردت الخير والدرس تعال عندنا، إحنا عندنا يعني في الوقف في درس تفضل، أو اسمع الدرس على النت، وهذا مهم جدا. الله برضو يعني ما جعل المسألة هي مغلقة، هي مفتوحة. أقول الآن فضل هذا الفعل. نعم، سلسلة أصول المذاهب ستأتي لأنها متقدمة جدا، ستأتي إن شاء الله. الأخت دليل تقول أسمع الشيخ حجر يقول المغني فات، ما فاتش، هو سيأتي الآن الشيخ. معكم دقيقتين الأسئلة ثم المغني. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.